اهلي امانه برقبتكم وانا طالعه اقفز حاليا ان شاء الله، يعني يا اما بحسن يا اما بموت يا اما برجع الله اعلم. اذا متت اهلي امانه برقبتكم. على ما الهوا هيك بدي اكون انا عم Thank you.
كانت تجربة أكثر من رائعة، كانت تجربة صعبة ولكنها يعني مميزة جدا. خضعنا لتدريبات عدة وما زلنا مستمرين بالتدريب. فريق المظليات وقيد التشكيل لنحلق إن شاء الله في سماء فلسطين ونعلن حرية فلسطين، وذلك دليل على أن المرأة الفلسطينية قادرة على أن تثبت نفسها في جميع الميادين وفي جميع المجالات. الرياضة ليست حكرا على الرجال فقط، وإنما المرأة الفلسطينية قادرة على أن تقف بجانب الرجل الفلسطيني وبجانب أخيها في الميدان وفي القفز وفي جميع المجالات.